خاصية زادها يوتيوب مؤخرا كيتبان لي غادي تقلب موازين صناعة المحتوى في المغرب، واللي هي هاد ميرسي. وهاد ميرسي هي عبارة عن دعم لصانع المحتوى إلى عجبك المحتوى ديالي. أنا كيبان لي أهم شيء عن صناع المحتوى اللي أنا منهم والاستقلالية المادية. أكثر مشكل وأكبر عائق عن صناعة المحتوى هو أنه سيرتو لك المحتوى فيه الخدمة بزاف، هو هاد الاستمرار. ما يمكنش دير محتوى زوين وخاصك تقلب لي كولابوراسيون باش تعيش، ما عرفتش شنا هو، وتبقى مركز على المحتوى. شيء صعب جدا. هاد الخاصية جو بونس غادي تعاون بزاف صناع المحتوى إلا زدتوها عندكم. الشعب الجمهور هو اللي يدعمكم إلا عجبو المحتوى ديالكم، هو اللي يخليكم تستمروا باش تصنعوا محتوى أكثر. أنا شخصيا غادي نديرها في الفيديوهات الجايين ديالي، وكل واحد كيدير محتوى زوين ما كرهتكمش تدعموه بهاد الخاصية، لأنها هي اللي تخليه يستمر ويدير ديما حلقات زوينة. هانتوما الإخوان اللي كيسول كيفاش كدير، كتمشي لاباج ديالك لاشين ديالك، كتمشي المونيتيزاسيون، كتمشي السوبر برودوي هي هادي، وكتكوشي سوبر تانكس. يعني فوا كتكوشيها صافي كتزاد عندك، ملي تتزاد عندك صافي كتولي عندك هنايا الشعر هي هادي ميرسي، كتكليكي عليها صافي كتقول شحال تبرع عند الإنسان هذا. شا الدراهم ولا تقدر تخلص بالدراهم، أعتقد 20 درهم 50 درهم 100 درهم، وكدير صافي كتعمر لافير ديال الفيزا ديالك، كتقضي الغرض وكتصيفط وكتبرع.